نكمل هلا من هون، بس قبل ما نكمل الخطوه هذه نطلع على شيء جديد كمان في عندي هلا في علاقه انا بدي احاول اقربها واشرحها اسهل ما يمكن، بس فيش طريقه سهله لشرحها. هاي عندي الاورينتيشن ماتريكس، هاي عندي الانجولار فيلوسيتي. هلا هون حولناها لهذا الشكل، حولناها للشكل اللي هون. هلا اذا ضربت هاي اللي هي 3 في 3 ضربتها بهاي اللي هي 3 في 3 رح تعطيني ار دوت، رح تعطيني التغير في ار. هلا هذا رح يكون عندي بالنسبه للزمن، يعني هذه ار دوت بالنسبه للتي. هلا اسهل طريقه لشرح هاي من وين اجت، انا لقيت ما قدرتش الاقي طريقه اسهل من هاي الطريقه. لو جيت قلت لك اعطيني المشتقه الفورمولا تبعت المشتقه عند النقطه هاي، كانه الفورمولا تبعت المشتقه بتشبه اس، فكانها هون دي اكس على دي تي، افترض هاي انها تي سكوير، واي بتساوي تي سكوير او اكس بتساوي تي سكوير، فراح تكون هاي بتساوي 2 تي، مضبوط؟ اذا بدي اطلع قيمه رقميه لهاي، هذه ابسط طريقه، هي مش دقيقه 100% بس كانها ابسط طريقه حتى اشرحها. باجي بعوض هون، لو اجيت عوضت في تي، لانه هون لاحظ المشتقه قيمتها بتعتمد على المكان اللي احنا فيه، صح؟ مضبوط؟ المشتقه مضبوط هي 2 تي، بس كرقم هون قيمتها راح تكون مختلفه تماما عن قيمتها هون. هذه اسهل طريقه، فاذا اجيت قلت اعطيني قيمه المشتقه عند نقطه معينه بدي اجي اعوض تي، فكاني اخذت 2 وضربتها في قيمه تي او 2 تي وعوضت هون قيمه تي، فلو كانت تي بتساوي 1 راح تكون هاي 2 مثلا مترز بير سكند او حسب ايش اليونتس اللي موجودون، اذا كانها سرعه مثلا اذا كانها في، فبكون هذا بعطيني 2، فبتكون ال 2 كانها ار دوت، ال 2 تي كانها اس، والقيمه اللي عوضتها لتي اللي هي بتساوي 1 كاني عوضت هون ار. فيش عندي شيء اسهل من هيك، يعني كاني عمالي بقول انه ما بقدر اطلع ار دوت حتى لو انا عارف الانجلر فيلوسيتيز الا لو عارف الاورينتيشن التغير في ار. هذا بصير التغير في ار بالنسبه للزمن. هلا احنا هون عندي هي طلع عندي دي ار هون هاي هلا رح نطلع المعادله اللي بتربطهم الاثنين ببعض. فاللي راح اعمله الان راح احط المعادله هاي ار دوت بتساوي اس اوميجا ار، راح اضرب الان في ار ماينس 1 وراح اضرب هون في ار ماينس 1. هلا تذكروا ار طبعا ار في ار ماينس 1 ايش راح يصير؟ بصير عندي اس اوميجا بتساوي ار دوت في ار ماينس 1، بس ار ماينس 1 لحاله الروتيشن ماتريكس شو بتساوي؟ متذكرين؟ اذا هاي بتساوي ار دوت في ار ترانسبوز، فصار بقدر اطلع اس اني اجيب ار دوت وار ترانسبوز. انا هون الاورينتيشن عارفها، هاي الاورينتيشن تي دوت وار دوت طلعتها من هون، فصار الان بامكاني اطلع ستيب 6 او ستيب 7، اطلع اس عند النقطه هاي، اس عند النقطه هاي راح تساوي ار دوت اللي هي دي ار دي كيوب، واضربها في الاورينتيشن اللي هي ار ترانسبوز، فبيطلع معي. هلا اذا طلع معي اس كيف بقدر اطلع اوميجا؟ فيكس. هلا بنطبق عليها تطبيق بنطلع هدول الارقام ثلاثه.